الاولاني ده، تعال نعمل تقييمات بارقام للعيبه المنتخب النهارده بما فيهم فيتوريا كمان، تديله رقم في نهايه القصه. محمد الشناوي، محمد الشناوي انا شايف الجونين ما يتحملش اي حاجه يعني. الشناوي الكور اللي راحت عليه هو اشتغل عليها كويس يعني، ممكن الشناوي اديله 7. 7. محمد هاني، محمد هاني لا، النهارده برضو اتظلم في النقطه اللي انا بقول لك عليها ديت. انا شايف يعني الارقام اللي هي هتبقى فوق الخمسه نعم، هدي كله 5، عشان يعني كل الفرقه هتبقى 5 باستثناء الشناوي، محمد حمدي، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح. ليه محمد صلاح تديله كام؟ محمد صلاح هديله برضه 6 7 يعني. محمد صلاح على البوزيشن اللي هو كان بيلعب بيه النهارده، وعلى فكره محمد صلاح وجوده في المكان ده كان المفروض زيزو يستغل يا وجود مظبوط، صلاح هنا. كل الناس مركزه مع محمد صلاح. على محمد فكره يعني اللقطتين الوحيدتين الخطيرتين غير الجول الاولاني، محمد صلاح كان ليه يد فيهم يعني، سواء بالكره الطوليه اللي بتاع مصطفى اتريحت محمد اللي اتعملت لون لمصطفى، راح باص، مريحها لتريزيجيه، راح تريزيجيه شاطها في القايم. ده مصطفى، ده صلاح اللي بدأها. بس في واحدة برضه قبل كده اما صلاح قطع على الدايرة ايوه، وعمل ثرو باص من بين الاثنين ومصطفى محمد انفراد راح، لمصطفى ده محمد، بعد الجون على مظبوط، دي طول لقطة ثالثة ما جاتش في بالي دلوقتي. ده دي قبل مظبوط، صح، بعد الجون على طول. بالظبط، كان ممكن مصطفى، بس مصطفى ايه قعد كتير، اتطرفت منه. ايوه، فتحت لبره فاضطر اللي هو يحط قوة. واللقطة الحلوة قوي اللي هي بتاعت الكعب بتاعت الكعب بتاع حمدي مصطفى فتحي اللي جت في القايم، فاكرها؟ اللي هي العرضية اللي جت في راح حمدي فتحي غمزها بكعبه وراح جاية في القايم. ايوه، دي دي برضو واحده كانت بدايتها صلاح، محمد ثم صلاح. الوينج، ثم عرضية، ثم حمدي فتحي. ايوه، وحتى الجون فمحمد برضو، صلاح لا، كان ليه دور مؤثر في اي شكل عملناه حتى النهارده الجون هجوميا. وحتى الجون طبعا، مكمل، عشان هو في الحته اللي هي مظبوط، بيلعب 10 دي هو اللي ايوه، مكمل، واتعمل اوفر، استلم جريت من تحت رجليه مصطفى، استغلها وفنشها كويس. فانا بقول لك يعني انا شايف يعني اميز الناس اللي موجوده محمد صلاح، محمد حمدي، مصطفى محمد، الشناوي، دول اميز ناس اللي كانوا موجودين النهارده في المباراه يعني. طيب خلينا نروح معاك لماتش نيجيريا مع غينيا مع الاستوائيه. غينيا شفته؟ الاستوائيه شفت الماتش؟ تعادلوا واحد تعادلوا واحد واحد واحد، النهارده. لا ما اتفرجتش على الماتش طيب، بصراحه. التيشيرت بتاع غانا بتاع نيجيريا دايما بيبقى حلو، بتاخد بالك؟ دايما بيعملوا تيشيرتات حلوه، ايوه، نيجيريا على طول بيعملوا حاجات حاجه ممتعه قوي. كان تعال هو، نستعرض التيشيرت بتاع كان منتخب هو نيجيريا. وكاميرون بصراحة اه بالظبط، أكتر في منتخبينكم كانوا ده، عاملين، انا فاكر قبل مونديال اللي هو من كان قط المونديالات، لا ده كاميرون كاميرا. الكات ده، نيجيريا كانوا عاملين